voice matters. عنوان كتير حلو. جيت لحتى اكتشف شو معقول اتعلم بهيدا الوركشوب. I need to tell you something. We are here to relax. حكم انه انا بشتغل شوي بالتمثيل، فكنت بسمع دايما انه واحد لازم ينتبه كيف بيطلع صوته، فحبيت انه اشوف كيف شو التكنيك اللي المفروض واحد يحكي فيه لحتى يقدر يطلع صوته صح وينفهم صح. عم ناخذ اشياء كثير سلبي من تكنيك دو ريسبيراسيون، كيف بنقدر نحن نظبط وقفتنا بشكل انه يصير صوتنا عم يطلع بطريقه اضبط. Stand up and sit. And shut the whole body. فكروا كل مشكلة عم تشدوا أكثر. And release. Your body is designed in a way where everything has to function very, very smoothly with no stress. Release your neck and keep your position. عضمة رحمان. كثير مبسوطة اليوم، مرتاحة وما بدي تخلص السيشن. كثير بحب انه فكرت انه اجي على هذا الوركشوب. اليوم بدي اروح على السوق اشتري غراض، عندي قومة اشياء بدي اشتريها. كفي صحنك على الاخر. عم اكتشف مع مايك انه مش قصة انه بتصرخ او بتصرخ، كيف تفرق القصة من طريقة وقفتك، حركاتك، عضلاتك، مشيتك، شلون بتقدري تطلعي صوت صح، كيف تتنفسي صح لحتى تقدري تطلعي صوتك مزبوط. And now just normally go back to the position of Alexander. When I came to this workshop, I know voice matters from the title, but it's totally different. You're discovering everything in your body, in your mind. يعني شيء جديد علي بالكون، بس بذات الوقت بحس إنه لازم يكون. Workshop مش انه فويس ما لازم يتسمى شيء اكبر من هيك عن جد، لانه اهم من هيك كثير. في اشياء بلس لهذا الوركشوب عن شو بنشوف على الفيسبوك كثير حلو. I am very proud of this workshop and I'm very proud انه كل واحد منكم اخذ هالقرار واجا. So I really thank you from the bottom of my heart. هيدا الوركشوب خلاني to feel the fear and do it anyway. الناس اللي بتفكر تجي على هيك workshop كلها ناس they want to work on themselves, so it's highly highly recommended. Thank you. هيدا آخر مرة بأخذ هيدا workshop. Yeah. مش مظبوط.